هل نعتبر ان اليو سيسيم افضل مدير فني افريقي دلوقتي في الوقت الحالي؟ طبعا يعني بصراحه يعني وبرده بصراحه يجي يعني برده لازم اشيب بصراحه بوليد الرجراجي. الرجراجي مع المغرب عامل بطوله ممتازه، بس بناء يعني لو شفنا اللي قاله ايمن، احنا بنتكلم هنا في فتره زمنيه، في هيستوري، في تاريخ، مش ما اتعملش في شهر او شهرين او سنه حتى. بنتكلم على مدير فني من 2015 13 كمان. طيب يعني بكام؟ 9 سنين، بقاله فتره طويله جدا. وبنى بنى 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 قاعده قويه للمنتخب السنغالي. منتخب النهارده بقى يعني منتخب مصنف عالميا وكمان متدرج المستوى. حقيقي ده يعرفك ان كل النتائج الايجابيه اللي بيحققها نتيجه شغل. مش نتيجه يعني ايه كده ضربه حظ. بس انا عايز اسالك سؤال يا كريم برضه وايمن، واحنا بنتكلم انا وانا ببص على احصائيات المباراه، السنغال عامله 318 تمريره فقط. نعم. والاكوادور عامله 468 تمريره فقط. ايوه بس بعد الجون الثاني، بعد الجون الثاني السنغال سابت الاستحواذ. دي احصائيه عامه للمباراه، التمريرات صحيحه والنسبه وكل حاجه. نعم. لكن انا بتكلم على توتال التمريرات، هنا 318 وهنا 468. الاكوادور اكبر. احنا بنشوف لا مش لو قصده الاجمالي بتاعهم الاثنين مش كبير. الاثنين ما يجيش مثلا زي هولندا. فاهم. لان المنافسه متقارب، المستوى متقارب ما بينهم الاثنين. اسبانيا عامله اكتر من 1000 تمرير. 1000 وشويه. فانا بعيد قوي برضو السنغال 318. هل ده بيودينا ان هم بيعتمدوا على الكرات الطويله طويل مثلا؟ طبعا. والبدن ده بيرمي طويل وده بيرمي طبعا طويل. طبعا طبعا. وحتى دي هنتكلم عليها برضو على المنتخب الاسباني. في وجهه نظري المنتخب الاسباني والمنتخب الالماني قدموا لي احلى مباراه تكتيكيه في المونديال بصراحه.